احنا موجودين في الصيدلية المركزية للمستشفيات، والذي نعلن له ان هناك في مخزون المؤسسة 60 مليار دينار من مخزون الأمان الموجود على هذه المؤسسة، والدليل انه لولا هذا المخزون لكانت لنا صعوبات في التكفل بآخر مرض او الأوبئة التي وجدت في الجنوب، وبسرعة الفائقة استطاعت لأن كان المخزون موجود وسرعة التحرك للصيدلية المركزية للمستشفيات استطعنا القضاء على الوباء في الجنوب. وفي نفس الوقت أنشأنا، ومن اليوم تقريبا نعلن عنه، أن هناك خلية يقظة التي تكون مرقمنة بين الصيدلية المركزية للمستشفيات وكل المستشفيات خاصة مصالح الصيدلة. يعني بمجرد يكون فيه تذبذب لدواء ما يتم التصريح به إلى الصيدلية المركزية لمعالجته مباشرة، خاصة وأن المخزون في الصيدلية الذي قلته 60 مليار دينار يسمح بالتكفل بكل الحالات.